كده تمام، تسالك 50 جنيه. امور يا فندم. لا هو مفيش دكتورة ست هنا؟ لا في. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت ان بيتباع عندكم، يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيكي. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. سلام. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. ألف مبروك. تسلمي. ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا أخوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم من البيت. ها؟ يا رب. فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سيرك يا رب. ربنا يتمم بالخير يا رب. الله يبارك فيك. يلا يا جماعة متشكرين. تعالى يا رب كده جوزت هنا. أسبوعين. نجملكم في الأفراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. 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 نجملكم في الأفراح إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين، يلا يا بت. يلا يلا. ما تخلصش الاكل كله. حاضر. حبيبه صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلي فيجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، ومينفعش أخبيها عنك. حاجة اللي مينفعش تخبيها عني يا زينب؟ أصل أنا أصلاً مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزاك تصلي يا محروس. يا ست أصلي. عايزاني أصوم اثنين وخميس كمان. عايزاك تأم بيا وأصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير.